حديقة نفسي أوي. هنا بقى الناس بتيجي تقعد بالليل في الكراسي دي وبتشرب الشاي وتاكل وتتسلم مع بعض يعني. لا يعني هي كراسي اصلا يعني، ده محطوط يعني تقريبا من الحي، مش حد مخصوص يعني بيعمل كده او كافيتيريا او كده، لا يعني حاجة اصلا اوريدي عندهم في الثقافة بتاعتهم. في بقى ملعب هناك للأطفال الصغيرة أو الولاد يعني. بصراحة بس هو في حاجة غلط يعني، طيور معينة بس مش عارفة ايه هي. سابوني لوحدي في الأوضة، أنا عايزة ماما.